السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة يوميات لوليتا سيسترز. اليوم إن شاء الله غادي نقوموا بتحضير غراتان بالبوري ديال البطاطا وسوس بيشاميل وسوس ديال ماتيشا أو الطماطم بطريقة جد مبسطة ومكونات موجودة في كل بيت. يمكن لكم تحضروه كوجبة للغداء أو العشاء، كيجي خفيف ولذيذ وصحي وبدون مجهود. بسم الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو مسله مقطعه، 3 ديال الفصوص ديال الثوم، فلفله خضراء وفلفله حمراء مقطعين صغير، 3 ديال البطاطات كبار، شويه ديال اللحم مقطع رقيق، 3 ديال الماتيشات محكوكين، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكركم، شويه ديال الابزار، وشويه ديال التحميره. بسم الله. غادي نديرو البطاطا ديالنا تسلق، وفي هاد الاثناء نمرو باش نوجدو صلصه الطماطم. غادي ناخذ مقلاة نضيف ليها الزيت البلديه ونضيف كذلك البصله مقطعه مع الثومه ونحرك شويه باش يتشحروا. ونزيدو شويه ديال الملحه ونضيف كذلك التوابل اللي ذكرت من قبل، اللي هما شويه ديال الكركم، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال البزار، وشويه ديال التحميره. ونخلط بلا سباتول باش تنسم لينا البصله بالتوابل. من بعد نضيف اللحم مقطع رقيق ونحركهم ونخليهم يتشحروا واحد شويه. ملي البصله واللحم كيدخلوهم الطياب نضيف الفلفله حلوه مقطعه ونخلط مزيان ونخليهم يتشحروا ويتقلاو مزيان. صافي، ملي طابوا المكونات مع الزيت غادي نضيف ماتيشا محكوكه ونحرك بلا سباتول ونخليها يدخلها الطياب. في هاد الاثناء البطاطا ديالنا تسلقات، صفيتها من الماء وضفت ليها ملعقه كبيره ديال الزبده ونزيد عليها شويه ديال الحليب وزدت عليها كذلك جوج فرماجات وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وواحد البيضه كامله وضريس ديال الثومه. ودابا نخلط جميع المكونات ونطحن مزيان البطاطا بالفرشات باش نحصل على اون بوري على هذا القوام. ودابا ندوزو باش نوجدو لاصوص بيشاميل. باش نوجدو لاصوص بيشاميل غادي نحتاجو 4 لتر حليب، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال الدقيق، وشويه ديال الفرماج حمر محكوك. بسم الله. غادي ناخذ كاسروله نضيف ليها الزبده ونوضعها على نار مهيله باش تذوب. ملي تذوب لينا الزبده نضيف ليها الدقيق ونخلط مزيان بالفوي باش يمتزجوا مع بعضياتهم ويطيب الدقيق في ديك الزبده، ونبقى نخلط تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. من بعد نضيف الحليب ونستمر في الخلط بالفوي حتى يتقال لنا لاصوص ديالنا.
صافي ملي كتوجد كتكون على هاد القوام. صافي ملي كطيب وكتصفح على هاد القوام غادي نزولها من فوق النار ونضيف ليها واحد الفرماجه متلته وشويه ديال البزار شويه ديال الملحه ونحك عليها شويه ديال الفرماج حمر. ونضيف ليها كذلك واحد البيضة كاملة ونمزج مزيان بلوفوي. صافي كيف ما كتشوفوا معايا البنات المكونات ديالنا كلهم وجدوا، لاصوص بيشاميل واجده، لاصوص ديال المطيشه حتى هي، وكذلك لا بيوري ديال البطاطا. ودابا نمروا للمونتاج، ناخذ لومو اللي كيدخل الفرن ندهنوا بالزبده مزيان، من بعد نعمل كميه قليله من لاصوص بيشاميل، وفي التالي نعمل طبقه من لا بيوري ديال البطاطا ونسرحها مزيان على هذا الشكل. ضيف كذلك لاصوص ديال الماتيشا ونوزعها مزيان. من بعد ندير طبقه اخرى من لاصوص بيشاميل ونعمل من بعد لا بيوري ديال البطاطا ونبسطها مزيان. من بعد نضيف بيضة كاملة على لاصوص بيشاميل اللي بقات لينا ونضيف عليها كذلك الفرماج حمر محكوك. وفي الاخير غادي نغطي كامل الكراتان ديالنا بهاد لاصوص بيشاميل اللي بقات لينا ونحك عليها الفرماج حمر من الفوق على هاد الشكل. صافي البنات غادي ندخل الكراتان ديالنا للفرن اللي مسخن على درجه حراره 180 حتى 200 درجه حتى يتحمر ويذهب. خليكم معايا البنات باش نتلاقاو باش نشوفوا الطبق النهائي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم، كيجي محمر وكيشهي. قدمته مع اون سلاد ماروكان بسيطه، عملتها غير بالمكور وماتيشا والفلفله حلوه والخيار والقزبر والمعدنوس وليزيبينار ولا فينيغريت. نتمنى يعجبكم الكراتان ديال اليوم وتجربوه وبالصحه وراحه. ما بقى لي غير نقول لكم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تفرحونا بلي لايك ولي كومونتير وتشجعونا وتشاركوه في القناه ديالنا، والى وصفه قادمه ان شاء الله.